أنتقل وإياكم مشاهدينا إلى الزرقاء والصحفي حمزة النهار. حمزة، بعد التحية، كيف هي التفاصيل في محافظة الزرقاء معك؟ تفضل. نعم سندي، يعني في اليوم الرابع من أيام شهر رمضان المبارك ما زالت الحركة التجارية على الأسواق والمحلات التجارية تشهد إقبال كبير، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة تشهدها المملكة بشكل عام. يعني هناك حركة تجارية نشطة، وبالأخص في بعض الأحياء في بعض المناطق الحيوية يكون هناك اكتظاظ على المحلات التجارية والمولات. يعني المواطنين يقبلون خلال الفترة الحالية أكثر شيء على محلات المواد التموينية ومحلات الخضار والفواكه والمخابز وبعض المولات. نعم حمزة، طبعا تفضل. طبعا في ظل الرقابه التي تقوم فيها الجهات المعنيه في محافظه الزرقاء، تواصلنا مع محافظ الزرقاء الدكتور حجازي عساف الذي ابلغنا ان منذ بدايه الازمه ما زالت كوادر اللجان الرقابيه في محافظه الزرقاء تعمل على جولات مختلفه في المحافظه لضبط جميع التجار الذين يتلاعبون في الاسعار، خاصه ان خلال اليومين الماضيين كان هناك عده شكاوى من ارتفاع في اسعار بعض المواد والسلع الغذائيه، وابلغنا أنه يجب تفعيل دور المواطن ليكون شريك في ضبط المخالفات، حيث وفر هناك رقم على الاتصال الهاتفي لتبليغ المواطنين عن أي شخص يقوم برفع الأسعار أو التلاعب بشروط السلامة العامة على المواطنين. نعم. ولتحويله للقضاء بشكل عام. نعم حمزة نهار، صحفي كنت معنا من الزرقاء، شكرا جزيلا لك.